ورجعنا لكم مرة أخرى بعد ما شفنا الفيلم مع بعض، ويمكن من ضمن الحاجات اللي ملاحظينها قوي إن فيه نوع من عدم الاحترام المتبادل بين المواطن وبين رجل المرور. ليه وصلنا للدرجة دي؟ أكيد كل واحد مننا هيجاوب إجابة مختلفة. في ناس هترمي العبء على رجل المرور، وفي ناس هترمي الأعباء على المواطن بحد ذاته إن هو ما تعودش إن هو يحترم ما يحدث أمامه من قواعد، وفي ناس تانية هتقول أصل الواسطة هي اللي ممشية كل حاجة. احنا بصراحة عايزين نحط كل هذه العوامل على جنب عشان نقدر نوصل لحلول جذرية ونفنط كل هذه الأسباب، ولكن بشكل عام دكتور خلينا نتكلم عن العلاقة، يعني نقدر نقول العلاقة التي لم تصبح جادة بين المواطن وبين رجل المرور. في الاول احب اوضح بس ان حوالي من 20 ل 30% من مشاكلنا اللي ليها علاقه بالمرور في القاهره الكبرى ليها علاقه بسلوكيات المستخدم شبكه الطرق. تمام. فالسلوكيات من استهتار في استخدامه للمركبه اللي بيقودها، تجاوزه للسرعات، ده بيمثل جزء كبير قوي من المشكله الموجوده. بالتالي اعتقد دور رجال المرور هنا، احنا عندنا مشكله كمان في مصر هو في تفعيل قوانين الخاصه بالمرور. نعم. فاعتقد ان لازم يبقى في جسور من الثقه المتبادله ومن اكيد الاحترام المتبادل بين رجل المرور اللي بيقوم بدوره. في منهم ناس كتيره قوي عايزه تعمل حاجه للبلد، عايزه تقوم بدورها صح، وعايزه تقدم حلول لمشكله المرور اللي احنا كنا بنعاني منها. في نفس الوقت المستخدم شبكه الطرق لازم يبقى عارف ان رجل المرور هو بيقوم بواجبه ناحيه البلد، من ناحيه ان هو يحافظ على سلامتنا وسلامه مستخدمين شبكه الطرق وشبكه النقل بصفه عامه. دكتور احمد خلينا نقول ان اصبحنا نعاني من مشكله كبيره وهي مشكله المرور، واللي هيتم طرحها في خلال الايام المقبله امام مائده رئيس الجمهورية. من وجهة نظرك، يعني لو قلت لك فسر لي هذه المشكلة بشكل علمي. تمام. خليني بس احب اقول لك في الاول ان احنا في القاهرة الكبرى مشكلة المرور اصبحت تجاوزنا كل الخطوط الحمراء. نعم. احنا طبقا لتقديرات سنة 2010 احنا بنخسر حوالي 30 مليار جنيه في السنة نتيجة الازدحام المروري، نتيجة نعم. ان متوسط زمن الرحلة وصل اكتر من 100 دقيقه. يعني متوقعين في سنه 2015 ان متوسط زمن الرحله هيبقى اكتر من ساعتين، حوالي اكتر من 150 دقيقه، وبالتالي ان متوسط السرعات باستخدام كافه وسائل النقل على شبكه الطرق الموجوده جوه القاهره هيبقى اقل من 4 كيلومتر في الساعه. نعم. ده معناه تخيل القاهره ببساطه كجراج انتظار كبير. بالظبط. فدي مشكلة محتاجين نبدأ نفكر فيها ونشوف الحلول ازاي ممكن تتحل بسرعة. نعم. القاهرة زي ما معظم المشاهدين عارفين وحضرتك عارفة هي سابع أكبر بلد في العالم. نعم. معدل السكان وصل أكثر من 17 مليون، ومعدل الزيادة كل سنة حوالي 1.7%. في المية السكان جوه القاهرة الكبرى بيمثلوا حوالي أكثر من 20% من إجمالي السكان في جمهورية مصر العربية كلهم. نعم. تمام. وبالتالي دي أول حاجة، إن إحنا أميجا سيتي، إحنا بلد كبيرة سابع أكبر بلد في العالم، وعندنا كثافة سكانية عالية بتوصل في بعض الأحيان لحوالي 40,000 نسمة في الكيلومتر المربع، فده بالتالي بيؤثر سلبا على احتياجات النقل والمرور. نعم. بالنسبه لحجم الطلب على النقل مثلا، فاحنا في 2012 حجم في حوالي 21 مليون رحله يوميه، رحله بالوسائل المميكنه بتتعمل يوميا في القاهره الكبرى. نصيب النقل العام منها في حدود 76%. نعم. ونصيب وسائل النقل الخاصه زي العربه الخاصه والموتوسيكل
والتاكسي والتوك توك. التوك توك ده اللي انتشر التوك توك عندنا وعمل مشكلة كبيرة. ده من نعم واحنا هنتكلم بنتكلم عنه هنوصل له طبعا ك informal بالظبط. transport modes. احنا متوقعين ان سنة 2022 ان نصيب السيارة الخاصة هيزيد، هيبقى فوق ال 35% على نعم حساب وسائل النقل العام. فبالتالي المشكلة الحقيقية الموجودة في القاهرة دلوقتي ان عندك طلب كبير قوي على شبكة النقل، ومش عارفين ان احنا ازاي ندير شبكة النقل اللي عندنا. احنا ما عندناش مشكلة، عندنا طلب، عندنا ديماند، وعندنا سبلاي اللي هو العرض الموجود، العرض نعم. سواء كان شبكة الطرق او وسائل النقل المختلفة. طيب عندنا ما عندناش مشكلة في السبلاي من ناحية شبكة الطرق، بس عندنا مشكلة في العرض من ناحية جودة تمام وسائل النقل العام على سبيل المثال، الخدمات الخدمات المقدمة مستوى الخدمة اللي بتقدم بالضبط فيها. فده والحاجة التانية ان ازاي ندير شبكة الطرق اللي عندنا نعم الموجودة، نديرها بحيث ان احنا بدل ما نزود عرض الطريق او نبني طرق جديدة، لا احنا ممكن ندير الموجود عندنا بطريقة اكثر كفاءة، بحيث ان احنا نقدر نوصل اللي احنا عاوزينه من غير ما نحط استثمارات ضخمة، ونبني ونشجع مستخدمي العربية الخاصة. هي المشكلة عندنا كمان ان احنا بنفكر دايما في مستخدم العربية الخاصة، لكن مستخدم وسيلة النقل العام اللي هم تقريبا 80% من الشعب تمام. انا عايز اقول لك إن إن, ان 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 عدد السيارات المرخصة جوه القاهرة الكبرى حوالي 1,300,000 عربية تمام. في 70% من الاسر داخل القاهرة الكبرى ما عندهمش ما عربية عندهمش خاصة، السيارات ما بالذات عندهمش بيرجعوا سيارة خاصة للمواصلات. تمام. فلما تيجي تبني طرق وتحطي انفستمنت واستثمارات في الطرق، ده معناه انت بتشجعي الناس تستخدم وسيلة غير مستدامة تمام للنقل، نعم وسيلة بتؤثر على حقي وحقك ان احنا نستخدم وسائل النقل العام، ملوثة للبيئة، بتستهلك طاقة ووقود. فاحنا دي من اهم المشاكل. فيبقى عشان الخص انا قلته، احنا عايزين المشكلة عندنا هي في إدارة شبكة النقل والطرق الموجودة داخل القاهرة الكبرى تمام بطريقة أكثر كفاءة، عشان نقدر يعني نقدر نقوم أو نقدر نغطي احتياجات النقل الموجودة. محتاجين نفكر بطرق غير تقليدية، محتاجين نفكر في استخدامات تكنولوجيا المعلومات ان احنا ازاي ممكن نقدم حلول لمشكلة النقل والمرور داخل القاهرة الكبرى. نعم يبقى دي اول نقطة. النقطة التانية كمان هو ازاي نحدث وسائل النقل العام الموجودة، نرفع متهالكة زيادة عن اللزوم بالظبط، الصراحة. نرفع مستوى خدمة شبكة النقل العام، بحيث ان انا واحد في اول ما خط المترو الاول ما اتفتح وخط المترو الثاني ما اتفتح كنت بستخدمه طبعا، بس نتيجه لعدم صيانه الخطوط وارتفاع الطلب عليها، فاصبح دلوقتي ما قداميش وسيله بقى عبء استخدمها. جامد على الناس ومش عايزه تروح بالظبط. خلاص. فاي حد عنده عربيه في مصر، ودي دراسه يعني شرفت ان انا عملتها، ان هي اي حد، اي مستخدم عربيه خاصه في مصر، اي واحد بيمتلك عربه خاصه في مصر بيستخدم عربيته الخاصه، ما بالظبط عندوش اي نوع من انواع ان هو يغير ويسيب عربيته ويبدا يركب وسيله نقل عام. كان اول المترو كنا بنشوف الناس تاخد سياراتها تركنها وتروح تركب المترو تمام، على اساس ان الاندر جراوند ده سهل ومريح وهيوصلنا بسرعه. مره واحده لقينا ازدحام قاتل، مفيش اي نوع من تمام. الصيانه. يمكن كانوا حاولوا ان هم يعملوا نظام طلوع ونزول مختلف بدل الحوادث اللي كانت بتحصل وباب يتقفل على الناس. تمام. ابتدينا نشوف ان في نوع من الهرج والمرج في يعني استخدام هذه القواعد بشكل صحيح، بل كان يدور على المكان بتاع الطلوع وينزلوا منه بدون اي احترام لاي قواعد. اتفق معاك، ده يعني جزء منه كبير نراجع سلوكيات الناس، جزء تاني منه نرجع ازاي احنا بنخطط وبنفكر في المستقبل. نعم. يعني واحدة من ضمن الحاجات اكيد هنجيلها في الكلام، واحنا لما نحب نطور شبكة النقل العام الموجود عندنا، محتاج ان انا اجهز محطة المترو مثلا على سبيل بالظبط المثال، بحيث الناس تقدر تركن عربيتها او تركن الوسيلة الخاصة اللي جات بيها، تبقى هي بس لمسافة انتقال بسيطة، شورت ديستنس تريب زي ما بنقولها،
وتركن عربيتها وتاخد وسيله النقل العام. احنا ما خططناش لده، تمام؟ فبالتالي الناس خلاص هما عنده عربيه هيركن، ما عندوش اي وسيله يركبها الا ان هو ياخد عربيته. فيبقى محورين اساسيين اللي عايزين نفكر فيهم هو تطوير شبكه النقل العام الموجوده في مصر، وازاي ندير شبكه النقل والطرق الموجوده بطريقه اكثر كفاءه. نعم. يمكن الواحد لو ما بيفكر ان هو يركب احد المواصلات العامه زي الاوتوبيس او الكلام ده كله، مشكلتنا ان احنا نفوجئ ان السواق بيمشي كل مره بشكل مختلف. طب انا راكبه الاوتوبيس على اساس انه هيمر من هذه المحطات عشان اقدر ان هو يخدمني ويوصلني للمكان اللي انا عايزاه، لما الاقي ان مفيش قواعد لمجرد سير الاوتوبيس بالطريق صحيح، اكيد انا هلجأ ان انا ما استخدمش اي مواصلات عامه. هل مش مفروض يكون في قواعد مروريه معينه لازم تحدد لسائقي المواصلات العامه؟ أو اكيد طبعا، يعني ما اي تخطيط لشبكه نقل عام، سواء مثلا نفترض الاوتوبيس وهيئه النقل العام بالقاهره، هم مخططين مسارات للاوتوبيسات. وبالمناسبه يعني في حوالي اكثر من 5000 اوتوبيس شغالين جوه القاهره الكبرى، بس المشكله في اعمار الاوتوبيسات، اعمار متهالكه. في منهم هم بيحاولوا يحدثوها كل شويه. يعني لسه كان من حوالي سنه كان في حوالي 600 اوتوبيس جداد انضموا لشبكه النقل العام، وفي اكيد مسارات معموله. بس لما نيجي نعمل المسارات دي مش مجرد بس ان انا الزم بيها السواق، لكن انا المفترض لما اجي اخطط المسار خططه بحيث انه يخدم اكبر شريحه من مستخدمي شبكه النقل العام او الاوتوبيس. وفي نفس الوقت اماكن المحطات او الانتظار بتاع الاوتوبيس لازم تكون مخططه بشكل، مش كل محطه ومحطه. يعني دايما في اتوبيس احنا بنخطط له ان المحطات يبقى المسافات بينها من 400 ل 800 متر. نعم. عشان تحقق اكبر اكسسبيلتي، ان الناس تقدر توصلها بسهوله وبيسر للنقل العام، وتبقى واضحه ومعروفه. فده ينقلنا لحاجه ثانيه. نعم. حاجه ثانيه، حضرتك مثلا تعرفي خطوط الاتوبيسات اللي من بتشتغل من مثلا من مكان سكنك لهنا الكورنيش نيل؟ تعرفيش. لا. فعندنا مشكله غياب وحتى المعلومة. ما بنسال الحمد لله كلنا بنعرف كل حاجه، فنقول ارقام وخلاص الاتوبيس الفلاني، نفوجئ ان احنا نركب وهو مش جاي. يعني معلش يستحضرني مره انا كنت عايزه اجي وما كانش فيه وسيله ان انا اجي، فضلت واقفه ساعه ونص عشان الاقي حاجه اعرف اركبها. تمام. هل ده ما بيمثلش عائق على المواطن اللي رايح شغله؟ هو ده عائق، وده من ضمن مستويات الخدمه بتاع الاتوبيس اللي هي جوده المعلومات، وان المعلومات دي متوفره اصلا لمستخدمي الاتوبيس، ان هو يبقى عارف الاتوبيس هيروح فين، اماكن الانتظار بتاعته او اماكن المحطات بتاعته فين. ودي كلها على المفروض تبقى موجوده على الاجنده بتاع متخذ القرار في تحديث اتوبيس او خطوط النقل العام جوه القاهره، ان هي مش مجرد عربيه كبيره، مش مجرد اتوبيس جديد، مش مجرد اتوبيس مكيف. ده حاجات مهمه. نعم. لكن في حاجات تانية، بتتكلمي في اتوبيسات، بتتكلمي في 12 مليون مواطن في مصر ذوي احتياجات خاصه. بالظبط. فمحتاجين شبكه النقل العام تقدر تغطي احتياجاتهم الخاصه دي. يبقى الاتوبيس الناس المستخدمي الكرسي المدولب اللي هو يقدروا يخشوا الاتوبيس، يبقى ليه مكان جوه الاتوبيس، ليه حق محفوظ. كان الاول ما عاملين مكان، دلوقتي خلاص بقى يجي الناس عايزين يقفوا في حته فاضيه يقفوا مكانهم. يقفوا مكانهم، حتى نفسه ارتفاع الديك بتاع الاتوبيس عالي قوي، يعني حد يطلع. تخطيطنا للرصيف المشاة او الرصيف بتاع المحطه نفسه، كل الحاجات دي لازم تتاخد مش مجرد ان انا احدث اسطول نقل عام، مش مجرد كمان ان انا احدد له مسارات محدده ناس الاتوبيسات تمشي فيها، بس لازم تتاخد على كباكج على بعضها. تمام. من اول العربيه للمحطه لنظام المعلومات، لتخطيط مسارات الاتوبيس، لاماكن محطات الاتوبيس، لكمان نظام المعلومات اللي بيوري للناس الاتوبيس هيجي امتى، وهيوصل او هيعمل رحله في قد ايه، وهيوصل المكان اللي رايحه امتى. كل الكلام دي لازم تتاخد في صوره
متكامله. يعني يمكن لما كنا نيجي نروح نسال في المحطه طب الاتوبيس ده جاي ولا لا، يرد يقولوا لنا مش عارفين، يعني الله اعلم هيجي امتى، اصبروا. هل مش مفروض زي ما حضرتك بتقول ان المسؤولين يبقوا عارفين او يبقى في نوع من التواصل بينهم وبين السائق، هو هيجي قدامه كذا، حتى الناس اللي مستنيه تبقى عارفه ما تبقاش. وبالاخص كمان يمكن من ضمن ازدحام المرور هو الوقوف العشوائي في وسط الطرق. تمام. قرر الاتوبيس ان هو يركب خلاص، حتى لو في نص الميدان هيقف عشان يركب. عشان ده حقيقي اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده بيصب في اتجاه هو نظم النقل الذكي. نعم. ان هو ازاي ممكن نستخدم تكنولوجيا المعلومات ان نبقى عارفين المكان بتاع الاتوبيس، عارفين متوسط السرعه اللي ماشي بيها، نقدر نراقب الاتوبيس هل هو ملتزم بالسرعه ولا لا. ولو بنتكلم على المستوى اللي هو الرسمي، اللي هو مستوى الاتوبيس الرسمي اللي انا اقدر احط فيه ديفايس صغير جي بي اس ديفايس، اوصله بسيستم يعني معروف اللي هو بابليك ترانسبورتيشن انفورميشن سيستم، بقدر او نظم معلومات في الوقت الحقيقي للنقل العام، يعني ابقى قادر اعرف مكان الاتوبيس هيوصل امتى، وفي نفس الوقت ابقى اتصل دايما بالاتوبيس. مش كده بس، يعني باستخدام الوسيله دي ممكن اقدر اقول كمان للناس اللي هي واقفه في الستيشن او في المحطه مستنيه الاتوبيس لما يوصل، اقول لهم الاتوبيس ممكن قدامه وقت قد كذا قبل ما يوصل. بالزبط. تمام. فمن ناحيه الناس بتدير الخطوط نفسها تبقى عارفه كل حاجه عن العربيات اللي هي بتديرها، وعارفة متوسط السرعات، متوسط استهلاك الوقود، المسارات اللي ماشي فيها، هل سواء ملتزم بمساراته، ملتزم بأماكن الانتظار بتاعته أو أماكن الستيشن بيقف فيها ولا لا، والكلام ده كله. في نفس الوقت مستخدم الخدمة نفسه أو مستخدم يمكن من ضمن الحاجات زي ما احنا بنقول فعلا ان احنا شايفين ان هي محتاجة بعض التنظيمات المرورية بجانب أيضا أتوبيسات النقل العام. أنا شايف ان التكاسي برضو عليها عائل كبير جدا، مفروض ان السائق التاكسي يحترم القواعد المرورية. ممكن سائق التاكسي زي ما بنشوف بيقف في نص الطريق. تمام. مش فارق معاه، ممكن ينزل ناس، ممكن يكون حد جاي بسرعة وبيحصل العديد من الحوادث، او قرر مرة واحدة ان هو يدي فلاشر شمال وهو داخل يمين، مش مشكلة، هو ادى فلاشر، المهم الفلاشر ده ايه، دي مش مشكلته، انا مدي فلاشر وخلاص. تمام. طبعا كل دي بتعمل مشكلة مرورية، لان الحوادث لما بتحصل دي من ضمن عوائق المرور. هل مش مفروض ان احنا نضع قواعد ايضا؟ يعني انا مش هقول اتوبيسات النقل العام فقط لا غير، هل القواعد دي يجب ان تطبق ايضا على سائق التاكسي؟ الكلام انت بتقوليه جميل جدا. نرجع الاول للنقطة، احنا مش التاكسي هي المشكلة بس. نعم. الميكروباص كمان. لا الميكروباص ده قضية كبيرة لسه، ده يعني قضية لوحده. احنا بنتكلم مثلا ان يعني سنة 2012 السنة دي اجمالي عدد الرحلات اللي بتتعمل باتوبيس النقل العام حوالي 4 مليون رحلة، يعني 25% من اجمالي الرحلات اللي بتتعمل بوسائل النقل العام بتتعمل باتوبيس. 50% بقى من الرحلات الناس بتعملها تاخد الميكروباص. وده طبعا يعني حدث ولا حرج. الميكروباص مش ملتزم بستيشن، مش ملتزم براود، مش ملتزم بسرعه، مش بمسار، مش ملتزم بسرعه، مش ملتزم. هي وسيله نقل موجوده الناس بتستخدمها، ومريح، مش ومريحه ومتاحه للناس. بالظبط. ممكن الواحد يبقى نازل من قدام بيته بياخد الميكروباص. بالظبط. فدي حاجه، يعني ازاي بالنسبه للميكروباص، بالنسبه للسلوكيات عموما، يعني السلوكيات عندنا ضايعه. الميكروباص واقف عند التقاطع بيقفل التقاطع. تمام. نعم. بيقفل التقاطع علشان ينزل او يركب ركاب. احنا شايفين هنا تجربه عمان قدامنا. ده البي ار تي سيستم او نظام الاتوبيس السريع. السريع. وده من احد الـ 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 الوسائل الناجحه جدا، وهي اعتقد من افضل النماذج الموجوده في العالم دلوقتي. هي نموذج كورتيبا في البرازيل. نعم. هي من اول البرازيل، كانت من اول المدن، او من اول كورتيبا في البرازيل كانت من اول المدن اللي استخدمت نظام الاتوبيس السريع. نظام الاتوبيس السريع هو اتوبيس بيسموه، يعني بنسميه باي ارتكولييتد باس، هو الشكل الفيكل. بتشيل حوالي 200 راكب الاتوبيس الواحد. طب كويس. بينقل
في الساعه حوالي 15,000 راكب في الاتجاه الواحد، وهو بيشتغل يعني هو دايما بنقولها سينك از ريل بات اوبريت باص. يعني احنا بنفكر لما بنيجي نشغل الاتوبيس السريع او البي ار تي سيستم بنشغله بنفكر فيه في تخطيطه كانه ترام او كانه مترو. جميل. بس هو اتوبيس ليه خصائص الاتوبيس من ناحيه الفلكسبيليتي، من ناحيه انه ممكن يتغير الراوتس بتاعته. كمان من البي ار تي سيستم او نظام الاتوبيس السريع ميزته ان هو مفترض ان هو بيشتغل في ترانك واي او في حارات خاصه بيه، مش ميكسد مع الترافيك، ما يبقاش مختلط مع الترافيك. فبالتالي بتحافظي على مستوى الخدمه بتاعتك، بتحافظي على مستوى سرعته، بتوصل لحوالي 50 كيلومتر في الساعه. وكان من ضمن يعني كان في دراسه اتعملت للقاهره الكبرى كان سنه 2000 وانتهت 2002، وتابعت دراسات اخرى في 2006. ده في امريكا بقى، هنا كده في امريكا. في بوسطن في امريكا تمام كده. دراسه عملتها هيئه التعاون الدولي الياباني الجايكا، كان ليا شرف اني اشتركت فيها، لاعداد مخطط شامل للنقل في القاهره الكبرى. وكان من ضمن المقترحات اللي اتحطت هو البي ار تي او الاتوبيس السريع، ان هو يشتغل من منطقه صناعيه في 6 اكتوبر ولغايه ويوبريت او يشتغل على المحور 26 يوليو في الجزيره الوسطى، تبقى مخصوصه للاتوبيس، ما يبقاش فيه اي استخدام ليها ميكس مع الترافيك، ولغايه كل جامعه القاهره. فده اولا هيخلي ان لو احنا بصينا لاتجاهات او تقسيمه الحركه جوه القاهره الكبرى، فنلاقي ان الكوريدور او المسار اللي عليه اكثر كثافه للطلب هو الكوريدور اللي احنا بنسميه الايست ويست، اللي هو شرق الغرب. اللي هو 6 اكتوبر تحت، القاهره الجديده، والعاشر من رمضان بالزبط. في المنطقه دي. فالكوريدور ده اللي عليه اقصى طلب لحركه النقل. الكوريدور ده بيصب فين؟ بيصب في وسط القاهره الكبرى تمام. فيبقى احنا بنفكر لو عايزين نعمل سيستم زي ده، او السيستم اللي اقترح وحصل عليه تحديثات كتيره بس للاسف كلها كانت دراسات ما تمش يعني تنفيذه ولا تفعيله وحتى كان من ضمن المقترحات ان ازاي يحصل تمويل للمشروعات دي. دي كان على فكره ده مثال من مشاريع، من حوالي 20 مشروع كان ليهم الاولويه القصوى. يعني احنا عندنا اوريدي مشاريع تم دراستها ممكن تحل هذه المشكله. يعني احنا مش لسه هنبتدي من الاول ونقول احنا محتاجين نفكر. يعني من ضمن المشاريع كمان يحضرني هنا ان هو الاتوبيس الهليوبلس ترام. احنا عندنا هليوبلس ترام، عندنا على فكره ترام يعني في مصر زمان اعتقد ان هو كان من وسائل كان كل الناس بتستخدمه، كل الناس بتحبها، حتى اللي معاه عربيه بيركب برضه ترام. فكان المشروع ان هو نستغل البنيه التحتيه الموجوده ونحدثها ونوبريت عليها حاجه بنسميها لايت ريل ترانزيت او الار تي سيستم، اللي هو حاجه ما بين المترو والترام. تمام. كان معمول ان هو مثلا ده مثال، احنا كان بروبوز او اللي اقترح ساعتها 3 خطوط ترام. منهم كان الهليوبلس ترام ده، ان هو من رمسيس لروكسي تمام، ويمشي مدينه نصر في مصطفى النحاس وشارع احمد الزمر لغايه القاهره الجديده. طب ما ده كويس قوي. تمام. كان هينقل في اليوم حوالي 500,000 راكب يوميا. تمام. تخيلي حجم يعني لو اي حد او اي حد من المشاهدين ساكن في المنطقه بتاعت مصر الجديدة او مدينه نصر بندوخ عشان لا يعرف يعني ايه انك تخيل عندك وسيله بشكل ده. الحاجه الثانيه هنا زي ما قلنا ان معظم اتجاهات الحركه بتصب في نص البلد، فنص البلد بقت منطقه مركزيه. فلازم لما يجي نفكر ثاني بقى نحدث اسطول او اساليب النقل العام عندنا في مصر، نفكر في حاجه اسمها الانتر مودل ترانسبورتيشن ستيشن، اللي هي ايه؟ ازاي نعمل المخططات بتاعتنا تبقى تكامليه ما بين كذا نوع من المواصلات. ونفكر برضو في التكاملية بين وسائل المواصلات المختلفة. يعني دلوقتي المترو لاين 4 الخط الرابع للمترو بدأ وطرح اوريدي وهيبدأوا يشتغلوا فيه، اللي هو هياخد من اول 6 اكتوبر برضو. بالظبط، هم شغالين في دلوقتي اكاديمية الامن. تمام كده. ف
مرورا، فازاي نقدر نخلق او نعمل الستيشن يبقى مثلا الاتوبيس بتاعي هيشتغل كنظام خادم، او الاتوبيسات اللي هي تشتغل جوه المنطقه نعم يخدم الخطوط اللي هي اللي بنسميها الماس ترانزيت، اللي بتنقل كتله كبيره قوي من الناس في وقت قصير جدا. فلازم التخطيط للمحطات بتاعتنا